بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين. إحنا النهاردة إخواننا في تجربة عملية للكشاف. أنا اشتريت الكشاف ده اللي هو الكشاف بالأشعة فوق البنفسجية اللي هو بيكشف مكان تواجد العقارب. طبعًا إحنا جايبينه هبة لله سبحانه وتعالى. أي حد عايزه أو عايز إن إحنا نطلع معاه في أي مكان موجود فيه عقارب أو هو شاكك إن فيه عقارب لوجه الله إحنا هنطلع معاه. إحنا النهاردة موجودين هنا عند مكان فيه تواجد مية. طبعا العقارب بتبقى موجوده في الاماكن الرطبه اللي شبه كده، فاحنا النهارده طالعين نشوف بقى الكشاف ده هل فعلا ليه فايده والعقارب بتتجمع عليه، وطبعا دي اشاعه مش حقيقيه، ولا الدنيا ماشيه ازاي. فالنهارده هنوريكم بقى تجربه عمليه باذن الله. طبعا احنا الهدف الاساسي من الفيديوهات اللي احنا بنعملها دي اللي هو ازاله الاذى عن الناس، ودي معانا العقربه رقم واحد، وطبعا احنا هنموتها دلوقتي الحمد لله تم التخلص منها اهي. طبعا احنا دلوقتي هندور على عقربة تانية علشان يعني نخلص الناس من اذاها. المكان هنا اخوانا انا جيته قبل كده والمكان مليان فعلا، فان شاء الله ربنا يقدرنا النهاردة ونقدر نقضي على اكبر كمية موجودة في المكان. طبعا انا اللقطه دي بتفكرني بعبود على الحدود لما كان بيقول له انا هموت بحجري كده. لا حول ولا قوه الا بالله. ادي في واحده تاني موجوده اهي، يعني بص اخوانا، بصوا بصوا بص 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 الاذى اللي قاعد متربص، الاذى قاعد متربص طبعا للناس. لا حول ولا قوه الا بالله. بتظهر ازاي يعني كائن مؤذي بطبعه سبحان الله. يعني لله طبعا اخواننا طبيعة الارض هنا عشان فيها تراب مش صلبة طبعا، فيعني براحتك احنا هنموت، احنا مش هنستخدمها في اي حاجة. احنا الفكرة كلها ان احنا ايه بنمنع اذاها عن الناس. طبعا بتجري اهي واحنا مش عارفينها، احنا مش عارفينها خالص ومش هنسيبها. الأذى اللي بنحاول نمنعه عن الناس. بصوا 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 كائن مؤذي بنفسه ازاي، كائن مؤذي بطبعه سبحان الله. اخوانا دي بقى ايه العقربة، اخت العقربة اللي فاتت تقريبا، دول من يعني من نفس العيلة اهو. طب القلب اتقفى النور. اخوانا اهي، بصوا يا اخوانا العقربه بتعمل ازاي. بصوا بصوا خبطت الشوكه اكتر من 5 6 مرات ومكمله، يعني مش يعني سبحان الله سبحان الله. كائن مؤذي دي طبعا رقم 4. بس بندور على ايه، على حاجه نموتها بيها. الحمد لله. بسم الله بسم الله. مش هنسيبك طبعا، مش هنسيبك. رجع اتحرك.
العقربة رقم 8 إن شاء الله هنموتها دلوقتي حالا. طبعا احنا يعني طالعين تجربة. دي بقى ايه؟ بص اخوانا العقربة كبيرة قد ايه؟ حاجة تخض طبعا. رقم دي رقم 9 هنموتها حالا. احنا طبعا بنتابعها يعني لغاية ما تطلع في ال في ال اهي. العقربة مش بتموت بالسهل يا اخوانا. يعني ايه؟ بص 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 بص. سبحان الله. طبعا تم بحمد الله. ايه يا اخوانا العقربة اهي. هنشيل بس الاضاءة من عليها عشان تبان قدامكم.